محمد صلاح مش بس على لسان كل العالم في كرة القدم بعد ما تألق التألق الكبير ده في الدوري الإنجليزي واللي سجل فيه لغاية دلوقتي 30 هدف بسم الله ما شاء الله، لكنه كمان مصدر اهتمام الناس وأصبح حديث سوق الفوانيس ولعب الأطفال قبل شهر رمضان. فانوس محمد صلاح حضراتكم يمكن شايفينه أصبح المنتج الأكثر رواجا في السوق، وسعره يعني بيتراوح ما بين 98 جنيه و 155 جنيه، وطبعا في إقبال كبير جدا عليه حسب شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال في الغرفة التجارية.